اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بسباحه النادي الاهلي للمسافات القصيره والطويله واحد نجوم النادي الاهلي في السباحه ساندي ايمن. اهلا بك يا ساندي. اهلا بحضرتك، مبروك على الكؤوس والحاجات الحلوه اتعملت في شرم الشيخ. الله يبارك حضرتك. ونرحب كمان بسباحنا محمد عادل احد السباحين اللي حققوا برضه نتيجه كويسه في السباحه القصيره والطويله، بس اخرها كانت الطويله في شرم الشيخ. اهلا بك يا محمد. اهلا بك، والف مليون مبروك على الكؤوس والشغل الجميل ده. الله يبارك فيك. يمكن ساندي اجيلك، انت يعني بتعومي مسافات طويله ومسافات قصيره، خليني بس اوضح للساده المشاهدين انه السباحه بيبقى فيه سباحات طويله وقصيره، القصيره بتبقى في حمامات السباحه والطويله بتبقى في البحر او غيره او خلافه. اني اصعب لك؟ الاصعب البحر طبعا، يعني عشان مسافه اكبر وبحر بقى امواج وسحب وطيارات على حسب، يعني على حسب، يبقى الخمسة والعشرة كيلو برضو بتحتاج مجهود اكتر، تمرين اكتر. خمسة كيلو سباحة بس، انت خلي بالك في ناس لو خليتهم ماشي تتعب. ايوه ما شاء الله، يعني في ناس لو خدت العشرة كيلو مش هتكملهم ماشي. انتوا بتاخدوهم خمسة كيلو ما شاء الله سباحة في البحر، فده يعني وعشرة كمان، وعشرة كمان ما شاء الله. طب انت نزلت في شرم الشيخ انهي واحد؟ الاثنين. خمسة وعشرة، كان كم سباح في الاثنين ايفنت؟ كتير. كتير يعني، انت ما شاء الله يعني من كل الاندية طب يعني انا، طب يعني ايه السر تنظمي نفسك ازاي؟ يعني هل السر ان انا تمرين؟ هو كل حاجه بالتمرين. تمرني فين؟ في النادي الاهلي. ايوه ما حلو، ما هو ده ماشي. ما هو انت بتفضلي رايحه جايه في حمام السباحه ولا يعني على حسب البروجرام، بيبقى كابتن حاطط بروجرام معين بنمشي عليه، يعني بنبذل اكتر حاجه عندنا عشان نعرف نحسن الارقام والقوه وكل الحاجه. طب قبل شرم الشيخ مثلا ما رحتيش بدري وعمتي لك شويه مثلا؟ بنروح كل اسبوع مره بنعوم في البحر. كنا بنروح يعني اسكندريه بنعوم في البحر ساعتين او ساعه. الله، وهناك انا ساعت وانت بتقولي كده يعني بتروحوا دلوقتي؟ بنروح بتروحوا دلوقتي تعوموا؟ ورحنا اسماعيليه كمان قبل ما نسافر باسبوعين، رحنا اسماعيليه. بتعوموا فين في الاسماعيليه؟ في القناه يعني ولا فين؟ كان في مكان، في مكان دخلونا فيه عمنا مكان كده، وقعدتوا تعوموا لكم مثلا بتاع ساعتين ثلاثه كل استعداد البطوله. يا جماعه الموضوع صعب قوي يا محمد، يعني انت برضو نفس الكلام. سباحه قصيره وطويله، ايهم اصعب ليك؟ القصيره. قصيره؟ ايه ده؟ ما بتحتاج يعني شغل اكتر الصراحه من الطويله. انت كده يعني ساندي قالت السباحه الطويله، انت قلت قصيره. يعني هي ال 10 كيلو بتبقى محتاجه تمرين اكتر كحجم. بس السباحه القصيره بتبقى محتاجه تركيز اكتر. ده حلو، دي الكلام ده مظبوط يا محمد بالنسبه لك ولا؟ ايوه البرفورمانس يبقى عادي وكل حاجه. طب انت قبل السباق، قبل يعني السبق الطويل اللي انت عملته في شرم الشيخ، يعني استعديت ازاي؟ ما التمرين بقى بس انا ما اتمرنتلهاش قوي برضو، بس اللي هو على التمرين بتاعي يعني. بس انا اصلا كل شغلي القصيرة اكتر يعني. شغل القصيرة شكل انت السباحه القصيره عامل لك مشكله بس. يعني مشكله بس لما تشوف التقرير دلوقتي هتفك كويس. احنا عملنا تقرير طبعا بنتكلم عن الانجازات والكلام اللي انتوا عملتوه والشغل الطويل. نروح لمحمد عادل. محمد، يمكن 5 كيلو عوم في البحر ده يعني، و10 كيلو كمان. انت قطعت ال 5 كيلو في قد ايه؟ في ساعه دقيقتين. ده كان احسن رقم؟ لا، هي مش بتعتمد على الرقم. لان بيبقى فيه عوام مختلفه يعني. زي التيارات بتبقى مختلفه، المسار نفسه ساعات بيكبر ساعات بيقل. فالرقم مش بيعتمد يعني. طب والخال 10 كيلو قطعتهم في قد ايه؟ في ساعتين 6 8 دقائق. طب قول لي يا محمد، انت التحدي بتاعك فين؟ يعني انت وانت بتعوم يعني مثلا الجري مسافات طويله، التحدي ان انا ببقى احس بتعب وببقى بدايس على نفسي. التحدي بتاعك في السباقات الطويله دي ايه؟ ما هو نفس الحوار يعني، النفس والتحمل برضه بتاع الجسم بيبقى فيه. بتحس ان انت محتاج يعني تمرين جري مثلا؟ يعني انا اللي اعرفه ان مثلا اللي بيجري بالظبط، جري وعم كتير بقى. لا، انت بتروح التراك تجري قصدي؟ يعني بتروح التراك تجري تعمل تحمل في التراك؟ مش كتير قوي يعني. انا كل شغلي في البسين برضه. يعني النفس مش بيعتمد، النفس بتجيبه من خلال العوم مش من خلال من خلال الجري. العوم اكتر يعني. وانت نفس الكلام يا ساندي يعني؟ لا بصراحه انا بجري. بتجري في التراك يعني؟ بتجري قد ايه يعني وقت مثلا؟ ممكن نص ساعه، ساعه الا ربع، كل على حسب التمرينه يعني. في حاجات بتبقى مثلا
مسافة قصيرة، مسافة سريعة، مسافة بالراحة، على حسب عشان يعلي التحمل برضو، على حسب الكابتن بقى بصراحة. يعني هو اللي بيحط البرنامج. بس واضح من يعني من كلامك انتوا محمد يا ساندي ان انتوا كل لعيب والتاني بيختلف في اعداده او في اللي هو حاسه او محتاجه، وبيبقى اكوردنج للمدرب او تبعا للمدرب بيوجهه. طيب خليني اقول، انت خلاص السباحه الطويله خلصت وخلصنا وبتاع، طب السباحه القصيره انت بتحبي انهي سباحه، انهي نوع من السباحه القصيره؟ يعني ايه يعني؟ كرول، باك، كرول. إيه؟ انا بعوم كرول اصلا. تعمل كرول؟ فراشه يعني، انا بسال كده. لا بعوم. وكم متر؟ ما هو في كرول مثلا 100 متر، انهي نوع من السباحه بتاعك؟ احنا بنعوم كل المسافات يعني 200 و400 و800 و1500 كله. دول في البول يعني. طب يعني خليني اقول مثلا يعني في سباق مميز ليك بتجيبي فيه ارقام، يعني لو شفنا فريده عثمان 50 متر. هو انا باخد في 400 800 1500 اول مصر يعني. يعني ده السباقات المميزه ليك. طب والقليله مثلا 200 متر 100 متر؟ ال 200 بقى بنزل ال 200 بس، يعني هي فيها سرعه شويه يعني. انا بعتمد على المسافه الاكبر والتحمل الاكتر من السبرنت يعني. ما بتعملش فراشه مش كده يا سني؟ كنت بعوم وانا صغيره بس صعبه بطلت. الفراشه قوي. انا كنت بحب الفراشه بس صعبه يعني. صعبة. السباحه عايزه محتاجه تحمل جامد وتمرين كتير. بتعوم فراشه يا محمد؟ انا يعني احنا حاجه كده لازم في التمرين بنعوم العومات كلها طبعا طبعا عشان نشغل عضلات الجسم كله. بس كبطوله او سباق بننزل بقى السباقات اللي احنا انتوا متميزين فيها. طيب يعني خليني اقول برضو يعني انت ايه اللي مميز فيه برضو في يا محمد في المسافات القصيره؟ برضو من 200 لل 1500 بس المميز فيه اكتر ال 800 وال 1500. انا افهم من كلامكم ان انتوا برضو حتى لطشين في المسافات الطويله في الطويل برضو يعني القصير بس القصير الطويل يعني. ايه يعني؟ بيتهيألي برضو انا بدات افهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني انتوا واخدين المسافات القصيره الطويله شويه واخدين الطويل قوي بقى. بس برضو القصيره عندنا كويسه يعني. اكيد اكيد مش هتقدر تعوم ده لما تعوم ده. طب انا عارف ان انتوا في جامعه بس خليني اعرف يعني انتوا بتوافقوا ازاي؟ لان انا عارف بتمرنوا 6 الصبح و5 الصبح. بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع نتكلم في الكلام ده. اعزائي المشاهدين مكملين لسه مع ابطالنا السباحه ولكن بعد الفاصل. حضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع نجومنا نجوم السباحه ساندي ايمن ومحمد عادل. محمد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على التوفيق ما بين الدراسه واللعب، خاصة ان انتوا بتتمرنوا في اوقات يعني بدري جدا. قول لي يومك كده بتقضي ازاي؟ يعني بخلص تمرين الفجر لو عندي يوم في الجامعة. انت بتخلص تمرين الفجر؟ الفجر. يعني مش بتبتدي الفجر، بتخلصوا الفجر؟ لا لا بنروح الفجر. بس بتروح الفجر. بتبتدي يعني بتبتدي مع بداية النهار تروح ال تمام. الساعة 7:30 8:30 كده، من 7:30 ل 8:30 بقى معاك بقى. تبقى معاك تروح بقى جامعتك وتشوف دنيتك وبتاع. طب في اوقات بتحتاج تتمرن بالليل بعد الجامعة ولا لا؟ في بتاع 3 مرات. بتنامي الساعة 6 المغرب مثلا يا محمد؟ لا ما 9 بس عشان اصحى اتمرن الفجر بقى 6. بس دي حياة رياضية فعلا، دي حياة تخلي الواحد فعلا هيلسي وتخلي الواحد فعلا يعني مصحصح كده. يعني انت بتهيألي يعني اليوم اللي انت ما بتقومش فيه بتلاقي نفسك بنام برضو في نفس الميعاد وبصحى في نفس الوقت. خلاص هو بقى ساندي شايفك بتضحكي نفس القصه. ايوه بجد يعني انا مثلا ممكن اقول انا النهارده يعني النهارده الخميس هسهر هسهر بقى وانام متاخر الساعه 12 تلاقيني الساعه 10 انا شايلينك ينيموكي في سريرك. نمتي مثلا على الكنبه ولا حاجه شايلوكي وحطوكي بابا وماما على السرير لان طبعا بتبقي مش قادره. طيب قولي ما طبعا. طب قولي لي يعني برضو نفس النظام بتروحي تمرني الفجر ولا بتبقى ليكي تمرين نفس الكلام؟ بتمرن الفجر قبل الجامعه او قبل اي حاجه في اليوم يعني. والدنيا بتبقى فاضيه والشوارع فاضيه والدنيا جميله جدا. ايوه انا عارف انتوا ساكنين قريبين مصر الجديده فطبعا الدنيا بتبقى جميله جدا. وبعد ما تخلصي بتروحي جامعتك صح؟ طب يعني اكيد بيجي عليك وقت تقولي زهقت يعني اصلا يعني عايز اخرج مع صحباتي انا عايز اسافر انا عايز اعمل يعني اكيد ما احنا بشر بيجي لك الاحساس ده؟ اكيد الصراحه اكيد اكيد بيجي لنا. بس احنا بيبقى يعني مثلا في وقت الصيف ده بيبقى عندنا اصلا بطولات كتير وبطولات عالم وحاجات بره، فاحنا بنبقى بنحط الاولويات يعني فاولوياتنا بتبقى اكتر للتمرين وللسباحه يعني. طب خلينا ناخد كده راي اللي يعني مدور الدنيا دي كلها كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم حبيبي وحشنا يا كابتن جدا جدا. وانت اكتر والله ببقى سعيد لما بكون معاك والله. الف مليون مبروك على المكاسب الجميله سواء احنا تقريبا ما شاء الله كل حلقه
بننقل الاخبار عن السباحه، الايفنت بتاع طبعا الرواد، وشفنا النتائج المبهره اللي حصلت في حمام سباحه هليوبوليس المسافات الطويله. يعني بنهنيك على هذا الاداء يا كابتن وائل. حبيبي يا كابتن هيثم، متشكر جدا ومتشكر ليك، شكرا على اهتمامك، ويعني ان شاء الله نكون عم تحط ظنكم انت الجماهير والاعضاء، ويعني نحب نبقى نفرح الناس زي ما الكره بتفرحنا، احنا دورنا نفرح الناس بقى. طب كابتن كلمني عن الايفنت اللي فات، السباقات الطويله شرم الشيخ، كان كام لاعب من عندنا مشارك، الميداليات مجملها قد ايه؟ كلمنا عن الايفنت ده كابتن. احنا كان عندنا 30 لاعب، 15 سباح و15 سباحه، هم خمس مراحل، خمس مراحل كل مرحله بيمثل فيها تلت، فيبقى حضرتك 15 سباح و15 سباح. طب كابتن حالتين 5 كيلو و10 كيلو. طب ساندي اللي معاك وسرحي صح؟ اه ساندي ومحمد عادل معايا. ايوه سلمنا عليهم جدا، ودول ابطال، يعني دول مستقبل مصر ان شاء الله. هم سامعين حضرتك وانا ببقى فخور بيهم والله، بيعملوا اقصى ما لديهم، والاثنين سنهم صغير وبيكسبوا الذهب في عمومي وفي سنهم وفي السن الاقل منهم. سنهم وفي سن العمومي الاكبر منهم. ما شاء الله، عندي شهادة هم بيعتزوا بيها جدا يا كابتن، وفرحانين في الاستوديو الحقيقة بشهادة حضرتك دي يا كابتن. طب كابتن وائل ايه الايفنتات اللي عندنا قريب؟ عندنا ايه فاضل في الموسم؟ ان شاء الله عندنا الاسبوع الجاي هنبدا مرحلة 2003 في كرة المية، وبعد كده مرحلة 2005 في اسكندرية، وبعد كده في مرحلة 2001، ده بالنسبة لكرة المية. عندنا بطولة الجمهورية، بطولة القاهرة للسباحة ان شاء الله، وبعد كده اللي بتتأهل منها على بطولة الجمهورية، وعندنا بطولة الجمهورية بتاعة الغطس، وعندنا بطولة كأس مصر بتاع البلد. عندنا انت عارف حضرتك احنا ست العاب، فالموضوع بيبقى كبير شويه. صحيح صحيح فعلا، والايفنتات كتير يا كابتن. طب كابتن كلمني، طمنا عن ابطالنا الاولمبيين اللي بيستعدوا او انت عارف حضرتك زي ما انت عارف ان احنا الحمد لله عندنا خمس سباحين كلهم في امريكا ما عدا احمد اكرم موجود هنا حاليا، وعلي خلف الله موجود هنا. بالنسبه عندنا ثلاثه سباحين هناك، هانيا مورو وهريدي وميشو، الثلاثه موجودين في امريكا. طبعا علي خلف الله اول سباح يتاهل ان شاء الله، احمد اكرم على يعني على مقربه من التاهل، هانيا مورو برضو على مقربه، وهريدي ان شاء الله كلهم، وميشو كلهم ان شاء الله يتاهلوا للاولمبياد، ويبقى عندنا خمس سباحين طالعين من كاس الناس ده ان شاء الله. يا كابتن اكيد حضرتك متابعهم او في اتصال بينك وبينهم؟ طبعا احنا متابعينهم كلهم، لان هو طبعا دايما اما في اتصال بيبقى عايزين يحضروا بطولات هنا، بيبقى عارفين احنا عندنا ايه، بتبقى عارفين ايه اخر انجازاتهم، ايه ارقامهم، بنتابع معاهم. هم اي طلب بيطلبوه بنحاول نوفره لهم، والصراحه انا بقولها لك وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي ان الناس ما بتاخرش عليهم عشان يحققوا ميداليه ان شاء الله اولمبيه الاولمبيات الجايه. صحيح يا كابتن، كلها موفره لهم كل سبل النجاح عشان نعمل حاجه تشرف فيها النادي الاهلي وتشرف فيها مصر. اكيد يا كابتن، وحضرتك يعني انا عارف لا تتخذ جهدا في ان انت تساعد اللعيبه السباحين والسباحات، والحقيقه انا عارفك يعني ما شاء الله بتقعد اليوم كله في النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واتمنى لحضرتك كل التوفيق. يمكن كابتن وائل كان معانا، اكيد ليه دور كبير معاك وتوجيهاته، يعني يبقى ساندي كابتن وائل توجيهاته ليكي بالاخص انت بتبقى ايه؟ هو كان دايما بيشجعنا ويحسسنا ان احنا حاجه كبيره، يعني عملنا انجاز، فبشكره جدا ان هو بيقف جنبنا وان هو بيشجعنا دايما. طب نصايحه ليك ايه يا محمد؟ هو بالظبط زي ساندي، يعني هو اكتر يعني حد بيعاملنا كاننا ابطال وبيسبورت لينا قوي، فحاجه كويسه قوي يعني. طب خليني اتكلم عن يعني سباحينا الاولمبيين والسباحين اللي هم قدوه لينا كلنا طبعا اكيد، ومش يعني لكل واحد بيعوم في مصر اكيد عنده قدوه. ما فكرتش انت مثلا تطلع جامعه بره؟ ما فكرتش مثلا ان انت تحاول مثلا التاهل للاولمبيات من خلال المشاركه في اكبر عدد من البطولات؟ يعني ما جاش الحلم ده في دماغك يا محمد؟ لا، احنا انا بحاول اطلع اولمبيات، انا جايب اصلا كات بي اولمبيكس ان شاء الله، وعايز اجيب الكات اي، بس السفر يعني انا بتحسن هنا، فقلت ما فيش داعي ان انا اسافر وبتاع، فكمل هنا. طبعا الدنيا ده كورونا اكيد صعبت السفر كمان، قعدت كتير قوي الفتره دي،
فعلى ما رجعنا بقى ورجعنا لمستوانا كنا يعني خدنا فتره كبيره، ما كنت بس الحمد لله. ان احمد اكرم وعلي خلف الله بيتمرنوا هنا حتى يعني، يعني بيقول ان الموضوع ده يدل ان كورونا برضو مصعبه الحركه كتير والبطولات بره يعني. بالظبط. طب انت يا سندي برضو هل بتفكري في كده؟ هل ده حلم من احلامك ولا مش وارد عندك خالص؟ هو يعني انا جالي كذا اوفر قبل ما ابتدي الدراسه هنا يعني الجامعه، بس انا صراحة ما كنتش عايزه يعني. انت مش عايزه تسافري؟ مش حابه تسافري؟ كنت عايزه افضل مع اهلي يعني هنا. ما هو يمكن الحته دي بتبقى على حسب كل شخص، بس انت اوريدي جالك عروض في جامعات بره، يمكن امريكا هي التوب. امريكا في السباحه مش كده؟ يعني في ايفنتات كتير، وفي يعني فريده هناك قاعده طول الوقت. صحيح يعني. طب قولي لي يعني، يمكن برضو انت عندك اكيد يعني بلان انت ماشيه عليها، يمكن محمد قال لك انا عايز اطلع كات ايه عشان احسن من ارقامي وبتحسن هنا، طموحاتك انت ايه؟ انا عايزه برضه اتاهل للاولمبيكس اللي جايه اللي هي 2021. انت تاهلتي الارجنتين برضه، وعرفي الناس ان انت تاهلتي الارجنتين. ما هو يعني انت ليكي سابقه مع اولمبيات يعني الشباب فيها. 2018 الارجنتين اتاهلتي، بس انت عايزه تروحي الاولمبيات الكبار بقى. صحيح. أيوة. طب دي طريقك ازاي؟ رسمه البلان بتاعتك ازاي؟ هو المفروض ابقى اول افريقيا في طويله يعني، هي انا مينلي هبقى الطويله يعني مش القصيره طبيعي. ف يعني بتمنى يعني ان انا ابقى اول بنت في افريقيا يعني. طب افريقيا امتى يعني؟ هي يعني هي بيبقى في بطوله مؤهله في تقريبا شهر 5 اللي جاي. بس شهر 5 اللي جاي ده اذا كان الاولمبياد هتلاقي بشهر 5 لا 2021 شهر 7 ماشي. شهر 7 قصدي اقول لك حتى من 5 هتلاقي 7 بيبقى في هم بيحددوا هم بس عشان الكورونا وكده، فالحاجات كلها مش متحدده دلوقتي، بس المفروض يعني بيحددوا في الفترة اللي جاية هيحددوا بطولة مؤهلة المفروض بقى بننزل فيها كل السباحين، وبياخدوا أول 10 دول بيتأهلوا على طول. تمام. بعد كده بياخدوا بقى بالكوتا. طيب يعني خلينا لفة كبيرة. طب مين آخر حد يتأهل؟ مين المنافسين؟ منافسين يعني من مصر؟ أيوة مصر وافريقيا. لا مفيش منافسين في مصر. حدش تأهل من عندنا في مصر في السابق ده الاولمبياد قبل كده كبار يعني؟ لا في قبل كده ريم قاسم اتأهلت. طب كويس. اتأهلت في الطويلة. اتأهلت اتأهلت ليه؟ للريو دي جانيرو ولا؟ اتأهلت ريو دي جانيرو. طب وهي بطلت ولا موجودة؟ بطلت. يعني هي مش موجودة دلوقتي يعني، مش بتنزل، هي ساعات بتنزل ساعات لا. يعني مش مهتمة قوي بالسباحة بس هي. انت بس الجامعة اخدتها وخلصت جامعة فبتشتغل بقى. يعني اوريدي عندنا حد عمل الانجاز ده. طب على المستوى الافريقي سباحين جنوب افريقيا طبعا اعرف ان هم جامدين جدا. هل ده برضه ستيل الخريطة زي ما انا يعني اريها كده ولا في؟ هو انا اخدت قبل كده يعني نزلت افريقية طويلة وكسبت اول، بس على حسب بقى يعني اللي هينزلوا يعني، لسه برضو الفترة دي مش عارفين كل حاجة يعني عشان الكورونا قعدنا كتير. طبعا اكيد اكيد. طب انا عايز برضو يعني ارجع معاكم لفترة الكورونا، بس عايز اتكلم فيها بالتفصيل، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم عن كورونا وتأثيرها على السباحين، خاصة ان احنا قعدنا فترة طويلة جدا اوف داي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع سندي ايمن طبعا سباحة النادي الاهلي ومحمد عادل. يمكن اجي لك يا محمد، احنا السباحه كل يعني اعضاء الجمعيه العموميه او الاعضاء في النادي بيبتدوا يلعبوا سباحه وبعد كده بيتوجهوا اللعبة من اللعبات. ايه اللي خلاك انت تكمل سباحه؟ مش عارف، حسيت نفسي متميز فيها شويه فحبيت اللعبه. ولا ما حبيتش لعبه ثانيه غير يعني ما فيش حاجه استهويتك؟ ما فكرتش يعني هو انا من وانا صغير حبيت السباحه فكملت فيها، يعني ما فكرتش ان انا العب اي حاجه ثانيه. ولا باسكت ولا بينج؟ هو الباسكت فكرت فيه شويه. انت طويله ما شاء الله. طب وما حاولتش تروح تجرب تشوف المدرسه؟ طب كنت بحبه الصراحه بس ما جربتش. انت شكلك اتحطيت على التراك السباحه وحابب السباحه ومشيت. طب امتى جه قال لك لا خلاص محمد سباحه طويله؟ امتى؟ سن كام ومع مين؟ وانا عندي 14 سنه. مين اللي وجهك للسباحه الطويله؟ كابتن وانا صغير اسمه هشام الالفي، هو اللي كان بيمرني وانا صغير. شاف فيك ايه تلعب سباحه طويله؟ موضوع السباحه الطويله صعب قوي يعني. قال محمد لا ده ينفع سباحه طويله. شاف فيك ايه؟ هي تبقى بالارقام يعني. بالارقام يعني حاسس يعني ان انا لما كل ما بعوم اكتر كل ما يعني نسبه التعب ما تبقاش اكبر. فوجهوك للسباحه الطويله وانت كنت سعيد بده، ما حاولتش تقول لا انا السباحه بس. دايما السباحه القصيره هي زي ما بيقولوا السباحات الكينج يعني او السباحات المشهوره. ما تمسكتش انت بالسباحات القصيره؟
ما هو يعني معظم ما هي السباقات القصيرة برضو بتبقى فيها 800 1500، دي سباقات قصيرة قصيرة بس يعني قصيرة طويلة شوية. قصيرة طويلة شوية بس يعني تعتبر قصيرة يعني. يعني تعتبر برضو ما طبعا اكيد جوه حمام السباحة بتبقى قصيرة. ايوه بالظبط. نفس الكلام ليك يا ساندي، يعني برضو في البدايات برضو السباحة، وكنت حابة تروح ألعاب تانية ولا ما حصلش؟ هو انا ابتديت السباحة انا عندي 4 سنين بس. كنت بلعب تنس كده وانا صغيرة، وانا 9 8 سنين يعني. لعبت لعبة تانية جنب السباحة زمان؟ كنت بلعب يعني كنت بلعب تنس، وبعد كده مامتي بقى خيرتني ما بينهم الاثنين عشان ما كناش عارفين نوفق ما بين الدراسة والتمرينتين، وده في مكان وده في مكان، فكان ما جربتيش باسكت مثلا؟ باسكت جربته وانا في المدرسة بس غير كده صعبة بقى، والكرة بتيجي على صوابعنا وتورم. لا السباحة حلوة وجميلة. بعد كده اخترت السباحة بقى يعني. قالت لي تختاري السباحة ولا التنس، وانا اخترت السباحة. طب زي محمد برضو اكيد في وقت جه مدرب قال لك يا ساندي لا انت ما تنفع، يعني مش ما تنفعيش اكيد تنفع يعني، بس انت في الاطول في السباحة الطويلة احسن. كان في سن كام؟ هو من وانا صغيرة خالص يعني، من اول بداية البطولات واحنا بننزل كل السباقات يعني، بننزل من الحاجات الصغيرة خالص للطويلة. ولا طبيعي. بس فكان الارقام بقى هي اللي بتحدد انا متميزة اكتر في الطويل. اني مدرب بقى او في اني سن تم توجيهك بشكل يعني اكتر للسباحات الطويلة؟ 14 سنة زي محمد ولا كان يعني من بدري؟ ممكن من 12. من 12. تالي ممكن السباحات بيبقى بدري شوية عن الولاد ولا بيبقى تقريبا نفس السن؟ لو ممكن الولاد بيتميزوا لما يكبروا اكتر، لما الارقام بتتحسن. انما يمكن السباحات بتبقى الارقام باينه من الاول، يمكن 12 سنه 10 سنين بتبان. طب ما جربتيش مره تلعبي ووتر بولو مثلا؟ لا عنيفه جدا. لا عنيفه. الووتر بولو عايزه. طب بس بالعكس ده انتوا يعني انا مش الووتر بولو عايزه نفس، هي فيها زق شويه ودق. صح ولا انا غلطان؟ ما جربتش تلعب ووتر بولو؟ يعني انا عارف صحابي، معظم صحابي من ووتر بولو، فعارف اللعب عامل ازاي. بس محمد انت شغلك يا محمد هادي ما تنفعش في الووتر بولو. الووتر بولو ضرب وزق ويعني ويعني وتحمل على كتفك، انت بتهيألي الحاجات دي انت مش عايز كده ولا ايه؟ ولا كلامي صح ولا غلط ولا ايه؟ يعني ما عادي ما جربتش يعني. بس ما حبيتش خالص تنزل حتى تجرب الووتر بولو؟ خلينا نقول لك سيرة والله. طب وانت يا ساندي طب حتى الغطس مثلا؟ انا بحب اجرب حاجات كتير يعني، ممكن لما نسافر نقعد نلعب بقى فولي ونلعب يعني عادي. طب هقول لك على حاجه. طب اقول لك على حاجه، احنا مثلا لما بنروح شرم والغردقه ايوه بننزل نعمل مثلا سنوركلينج، احنا بيبقى على قدنا يعني. هل انتوا مثلا ما بتروح شرم او ما بنبقاش حابين قوي ننزل البحر؟ ايوه اصلا نهائي مش عايزين. احنا بنبقى رايحين اصلا عشان نعوم 5 و10 كيلو، فاحنا قاعدين 5 ساعات في الميه، فشفت كل حاجه، عديت الفلانكات زي ما بيقولوا في الميه. بس يعني حتى ما بيسافروا مع الاسره هم كلهم بينزلوا الميه، انتوا مش عايزين؟ احنا ما نبقاش عايزين بس بننزل يعني عشان لازم نبقى معاهم طبعا يعني. طبعا مع الاسره طبعا لازم تنزلوا بتاع. بس هي اصلا سفريات الاسره دي بتبقى موجوده كل فين وفين يعني، ما طبعا ما بتجيش كتير عشان ما ينفعش ناخد اجازه، معسكرات يا بطولات يا سفريات، فطبعا بالزبط. الموضوع الاسره. وانت نفس الكلام برضه، رايح شرم الغردقه ما حدش يوديني البحر، مش عايز اشوف شكله. الناس اللي رايحه تنزل الميه انت رايح عشان تقعد بعيد عن الميه. بعيد خالص. طبعا الموضوع برضه بيبقى قاسي شويه. طب مثلا هل لما تبطل مثلا انت دلوقتي راجل بطلت وبقى ما خلاص ما فيش سباحه ما فيش حاجه، في ناس بتتوجه مثلا للغطس وتبتدي تعمل ارقام كبيره او ارقام اولمبيه او ارقام في موسوعه جينيس، ما فكرتش في الدنيا دي شكلها ايه بعد ما نبطل؟ لا ولا مش وارد؟ ما فكرتش في الحوار ده الصراحه. طب ساندي برضو مش وارد الكلام ده؟ لا بس حاسه ان احنا هنكمل يعني. ممكن نكمل ماسترز بقى في يعني في السباحه. انت كام سنه ساندي يعني؟ كابتن وائل كان بيقول انت صغير. انا 20 سنه. 20 سنه امتى؟ انا 19. 19 ما شاء الله لسه العمر طويل. طب هو انا اعرف العادي السباح ممكن يوصل 32 سنه و33 سنه يعوم عادي، الكلام ده صح ولا أيوة ولا صح. الارقام دي كانت على ايامي؟ لا صح صح. ولا الارقام دي موجوده الحمد لله يعني. لسه الاعمار دي العادي الطبيعي بتاعها طب مين اكتر حد عندك في الاسره يا ساندي كان بيدعمك ويصحى معاكي بدري؟ اصل موضوع الفجر ده مامتي اكتر طبعا. مامتك كانت بتصحى معاكي وبتروح معاكي التمرين؟ هي اللي بتوصلني وهي اللي بتعمل لي الاكل عشان المدرسه وعشان هي اللي بتظبط كل حاجه في يومي. طب انت ليك اخوات يا ساندي؟ ليا 2. طب كانت بتسيبهم ازاي وتنزل تروح الفجر معاكي التمرين؟ ما هي ممكن لو هتوصلنا المدرسه بقى تروح
يعني توصلني للتمرين ترجع تعمل الاكل وتجيبهم وتجيلي تاخدني وبعد كده توديني اللفه. وانت نفسك شفت التعب نفس الكلام محمد مين كان بيتعب معاك؟ مامتي برضه فجر برضه ده واخد معلومات تمام يعني العمليه مظلمه خالص كلنا كنا هذا الرجل يعني. محمد اتمنى لك كل التوفيق ونورتني وشرفتني يعني والحقيقه ان شاء الله تسمع عنك قريب في الاولمبياد باذن الله. محمد شكرا جزيلا. شكرا ساندي نورتيني وشرفتيني واتمنى لك تبقي بطله كبيره وتمثلي مصر في الاولمبياد ان شاء الله ومزيد من التوفيق مع الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. اشكرك.